بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق